السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من قناة احباب رسول كائن اسمه، نقدم لكم فوائد لغوية ونحوية الحلقة 36. مثلثات لغوية. النصب الشر، قال تعالى: إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. والنصب ما نصب، قال تعالى: كأنهم إلى نصب يوفضون. والنصب أي التعب، قال تعالى: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قد، هذا الحرف يدخل على الفعل الماضي والمضارع فقط. إذا دخل على الماضي أثار التحقيق نحو قد سمع الله، أو التقريب نحو قد قامت الصلاة. وإذا دخل على الفعل المضارع أثار التحقيق نحو قد يعلم الله. التكثير مثال قد يجود الكريم، التقليل مثال قد يصدق البخيل. من أهم الفروق بين تاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة. الحرف الذي يسبق تاء الفاعل لابد أن يكون ساكنا ولا يتحرك. مثال: أكل، أكلت، أكلتي، أكل. وحركة التاء في تاء الفاعل متحركة دائما، إما بالضم أو الفتح أو الكسر. بينما الحرف الذي يسبق تاء التأنيث الساكنة لابد أن يكون مفتوحا. أكل، أكلت، اجتهدت، شاربت. وحركة تاء التأنيث دائما ساكنة إلا عند التقاء الساكنين فتحرك بالكسر. استعمال حرف على بصورة خاطئة. يقام الحفل على قاعة، والصواب: يقام الحفل في قاعة. تجري المقابلة على مبنى، هي تجري المقابلة في مبنى. آثر على الدرس، هي آثر في الدرس. ينبغي على الطلاب، ينبغي للطلاب. أجب على السؤال، الصواب: أجب عن السؤال. أجاب على كتابكم، الصواب: أجاب عن كتابكم. ضحك على الرجل، الصواب: ضحك من الرجل. وقع على الورقة، الصواب: وقع في الوقعة في الورقة. فتش على القلم، الصواب: فتش عن القلم. نؤكد على كتابنا، هي نؤكد كتابنا. خرج على القانون، الصواب: خرج عن القانون. استنادا على ما ورد، الصواب: استنادا إلى ما ورد. اضطر على ذلك، اضطر إلى ذلك. حاز على الشهادة، حاز الشهادة. أنجح بك وأنجحت به، عبارتان يستعملان في الغلبة. والفرق بينهما أن قولك أنجح بك معناه غلبك. وقد وردت العبارة في المثل العربي القائل: إذا طلبت الباطل أنجح بك. وأما أنجحت به فمعناها غلبته. إن كنت فرضا قيل: ما لك أعزب، وإذا عجلت إلى الزواج تعجب. وإذا أتأخر رزق ربي مدة، قالوا: لماذا يا ترى لا ينجب. وإذا رزقت بنتين تحسروا، قالوا: ألا ذكر لأصلك ينسب. وإذا رزقت من الذكور تساءلوا، أين البنات فهن عيبهن عيشك يعذب. لو كنت بعد الموت تسمع قولهم: سألوك وما بال قبرك مبدئ. البلج والزجج، وصفان يطلقان على الحاجبين. فالبلج انقطاع شعر الحاجبين، وذلك بألا يكون بينهما شعر يصل ما بينهما، ورده القرن. وأما الزجج فهو دقة الحاج مع طوله، بحيث ينتهي إلى مؤخر العين. وقد جاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أزج الحاجبين. البتراء والشوهاء، وصفان تطلقهما العرب على الخطب، إلا أن على الخطب، إلا أن أولهما البتراء يطلق على الخطبة التي لم تبدأ بالتحميد ولم تستفتح بالتمجيد، وثانيهما الشوهاء التي لم توشح بالقرآن وتزين بالصلاة على النبي العدنان. أتى، يستعمل هذا الفعل بمعاني متعددة، منها المجيء وهو أشهرها، بمعنى فعل، نحو: أتى فلان هذا الأمر إذا فعله. وبمعنى الهلاك، نحو: أتى الدهر على فلان إذا أهلكه. ومنه المثل المشهور: أتى الأبد على لبد. المازن، من المعاني التي يدل عليها هذا اللفظ بيض النمل، ويقال هو يتمزن على أصحابه كأنه يتفضل عليهم.